اكو بعض الناس انت اصلا ما لي وانت تمشي بدربك، لكن لانك انسان مثلا محترم، او لانك انسان طيب، او لانك انسان الله عز وجل مكفيك، اكو بعض الناس يشتموك قربة الى الله. نبال شوية موجودة ابدا. يعني فرد مجتمعات عندنا اعوذ بالله مريضة مجتمعات احنا بامس الحاجة الى الاخلاق، وحقك اكو بعض الناس ما يعرف من الدين الا شوفه متمسك وقت الصلاة، متمسك تمام يصلي ويصوم، لكن ابعد يمه اذا قعدت يمه تلقاه هذا الرجل ما يسلم منه احد. من ناحية اكو بعض الناس تلقاه يحمل بصدره شحناء وبغضاء وحسد. هرجوك شهوة الدين شنو شكليات؟ يعني انا اتوضا واصلي؟ لا، وحقك الاخلاق الها قيمة.